ميرسي جدا لكل اللي دور عليا وكل اللي سأل على فيديوهاتي. عفاف من فيديوهاتك، عفاف مش بتطلعي ليه، عفاف اطلعي فيديو، عفاف فيديوهاتك وحشتنا. بجد ميرسي، شكرا. بجد لكل اللي سأل عليا وكل اللي شجعني وكل اللي طبعا طمنكم ان انا موجودة. انا ما روحتش حتة، وانا ما سبتش اليوتيوب، انا موجودة. وان شاء الله هنكمل مع بعض. ده فيديو ان شاء الله هيكون هكلم فيه على حاجتين. الحاجة الاولانية هتكلم على بالنسبة لثانوية عامة هنعمل ايه مع بعض السنة دي ان شاء الله. والحاجة التانية هكمل كده في الحرف اللي احنا وقفنا عنده، اللي هو لاتر جي، اللي احنا وقفنا عنده من اخر مرة. هو حرف بسيط جدا جدا، حتى كلماته قليلة، مش هتاخد مننا وقت. بس فالفيديو النهاردة قصير، سريع، فيه بس حرف، حرف تكملة للكورس الفرنساوي من الصفر. وكمان بس هنقول مع بعض، هنتكلم كده مع ثانوية عامة هنعمل اللي ايه. عايز يتابعني ما تنساش، قبل ما تنسى لو انت عايز اعمل لي لايك عشان النفع يوصل لعدد كبير من الناس. بس واعمل لي شير، اعمل لي سبسكرايب، بس كده لو انت عايز، عشان ناس كتيرة تستفيد. ويلا خلال الانترو اعمل الكلام ده كله، ويلا بينا. يلا بينا نبتدي. عملت لايك، عملت سبسكرايب، يلا بينا. طيب، هبدأ بسرعة اخلص لادخل جي، وبعدين ادخل على كلامي مع ثانوية عامة سريعا كده. لا لتر جي مش صعبة خالص، سهل خالص. احنا خدنا A B C D E F، والنهاردة مع بعض هناخد لا لتر جي. تمام. طيب، لا لتر جي زي اي لتر كونسون، حرف ساكن لازم يتبع اي حرف متحرك بعديه، عشان هو الساكن وهيتبع الحرف المتحرك اللي بعديه، زي ما بنقول كل مرة في كل فيديو. تمام. طيب، الحروف المتحركة زي ما بنبه كل فيديو لازم يكون نطقها صح. لا لتر A E I O U Y، اي دي فوا لا لتر H بنعتبره 6 فايل. طيب، خلوا بالكو لازم تكونوا عارفين الفايل قبل اي حاجة. تمام. وده كان اول تقريبا فيديو انا عملته بخصوص الفايل. خدنا الفايل كلها مع بعض، بعد كده بدأنا ناخد الالفابي طيب، فرنسي. avec le voyelle a يتنطق جا. تمام. بسيط خالص على فكرة، مش هيكون فيه اي صعوبة ولا اي مفاجآت ولا اي استثناءات خالص، اطمنوا. تمام. alors جي avec la lettre a ça donne جا. زي ايه؟ عندنا زي جابون، عندنا جاغوار. جا alors جابون et جاغوار. تمام. هكتب لكم الكلمات. عندنا ايه كمان؟ عندنا avec la lettre e ça donne je, g e je, je. تمام. زي كلمة je اللي هي لعبة. تمام. je. ايه كمان عندنا après la lettre e؟ عندنا la lettre i. طيب، زي ما قلت لكم في الاول انه la lettre j ملوش كلمات كتير، فمش كل اللي فايل هنلاقي لها كلمات. مع الفايل اي ومع الجي ما لقيتلوش كلمات بصراحة. هي كلمة جيبوتي أو جيبوتي، بس دي الوحيدة اللي لاقي كلمة يقول لي، يكتب لي في الكومنتس. الجي مع الاي جيبوتي، ودي الوحيدة اللي لقيتها. خلاص، يبقى جي اي جي. طيب، مع الفايل اي جي اي سادون جو جو. اوكي. زي ايه؟ زي جومو، جومو. تمام. وعندنا كمان جوب، جوب. بسيطة، جومو اي جوب. تمام. فاضل لي إيغريك ملوش كلمات للأسف. اي كوا دوتر؟ بس كده. هتلاقوا في الأ كلمات كتير، هتلاقوا باغ اكزومبل او ميليو دو لا او ميليو دو مو، هتلاقوا بيجاما، بيجاما، جا، بيجاما. احنا خدنا مع بعض في الفيديو اللي فات ازاي نقسم الكلمة ونقراها avec des syllabes، فاللي ما شافش الفيديو اللي فات يشوفه عشان يتعلم يقرا الكلمات بشكل صح.
لوحده عشان احنا خدنا حروف وخدنا ديسيلاب عشان ده يسهل عليك القراية. تمام. بس كده ده كان كلمات لايت جي سي تري فاسيل سي تري تري سامبل. ما تقلقوش كان فيديو سريع النهارده. خلصنا لا لتر جي ودخلنا في كلامنا مع بعض بالنسبه لطلب الثانويه العامه. بالتوفيق لكل اللي بدا دراسه وبدا مذاكره سواء جوه مصر. انا كل اصحابي برا مصر بداوا خلاص دراسه، الدراسه بدات، وفي مصر اكيد الناس بدات تذاكر. فبالتوفيق لكل اللي بدأ السنة دي وعزم على النجاح وبيذاكر من دلوقتي بجد. فبالتوفيق ليكم كلكم ان شاء الله. بالنسبة للفرنش ثانوية عامة تالتة ثانوي، انتوا دلوقتي مع بعض هنذاكر ان شاء الله المنهج من اوله لاخره. فانا عايزاكم تقولولي عايزين تذاكروا من المعاصر ولا عايزين تذاكروا من برافو. انا عملت استفتاء سريع كده في الـ في الـ في الـ في الشانل، هتلاقوها في كوميونيتي. لما تدخلوا على الشانل هتلاقوها في كوميونيتي. عملت استفتاء سريع سألتكم عايزين نذاكر من المعاصر ولا عايزين نذاكر من برافو. بصوا لسه في وقت، المعاصر موجود وبرافو موجود، فاضل بس ان احنا نبدا مع بعض بعد ما انتوا تقولوا لي. فادخلوا على الشانل اعملوا لي تصويت عشان بتبان النسبه، بتبان النسبه بتاعت الناس اللي اختارت المعاصر من الناس اللي اختارت برافو. تمام. والاثنين موجودين، انتوا بتفضلوا ايه؟ انا عايزه الناس تصوت ب ب ب ب عشان ايه يظهر عندي ناس حابه ايه، او الطلبه بترتاح مع انه كتاب مع انه شرح. تمام. فاحنا ان شاء الله متقلقوش، هنعدي على المنهج كله سواء من ده او من ده، هنعدي على المنهج كله. اتمنى لكم التوفيق يا رب كلكم، واتمنى لكم الاستمراريه في المذاكره. الفرنش ماده جميله عايزه بس استمراريه وعايزه مواظبه وعايزه ممارسه. تمام. اي حد عايز يسال في اي قاعده يبعت لي على الواتساب، انا بستقبل كل استفسارات على الواتساب للطلبه بتوع المدارس خاصه اللي هم دلوقتي بداوا يذاكروا. ما تترددوش، برا مصر جوا مصر خشوا بعتولي، هجاوبكم بسرعة، هشرح لكم اللي انتوا مش فاهمينه وبس كده. وهيكون بكل سرور كان جون بليزير لما حد يبعتلي سؤال من الطلبة، حاسس ان في حد بيذاكر وعايز حد يساعده. بحب انا الناس اللي بتذاكر. اوكي، اشوفكم مرة جاية. ايه على بخشن.